قتل جندي في هجوم شنه مسلحون مجهولون على دوية للجيش في محافظة البيضاء. وقالت مصادر محلية بأن مسلحين مجهولين نصبوا كمينا مسلحا لدورية عسكرية كانت تقل عددا من الجنود على مدخل مدينة البيضاء، ما أدى إلى استشهاد أحد الجنود. وأضاف المصدر إلى أن المسلحين تمكنوا من الفرار بعد إطلاقهم النار. وفي تطور آخر، فقد ذكرت مصادر قبلية أن مسلحي أنصار الله حققوا تقدما في الجبال المحيطة بمديرية ذي ناعم في محافظة البيضاء على حساب رجال القبائل المسنودين بمسلحي جماعة أنصار الشريعة.